يلا بينا نكمل lesson 1 في الكونسبت 1.3. تمام، يلا بينا. طيب تعالوا بقى نقارن، تعالوا بقى نقارن ما بين عينينا وعين مين؟ ها، وعين ال nocturnal animals. تمام، هنعمل compare ما بينهم. حلو. طيب ال size of eye، حجم عينينا احنا اكبر ولا حجم الحيوانات؟ ها، ايه رأيك يا ايه رأي ايه رأيك يا روان؟ حجم عينينا احنا اكبر. لا، عين الحيوان بتبقى اكبر بالنسبة لحجمه لما يكون حجمنا احنا كله بالعين دي وحجمه هو كله بالعين دي، يبقى انهي بالنسبة له اكبر؟ حجم مين؟ عين مين؟ ها؟ يبقى الحجم ده الانيمال ولا الهيومن كده اكبر؟ الانيمال. برافو، اكسلنت، حلو قوي. طب ما دام عين الانيمال اكبر يا احمد وائل، يبقى كده البؤبؤ، عارف بؤبؤ عينك؟ عارف بؤبؤ عينك؟ تعالى اقول لك اللي هي ايه، هو البؤبؤ العين ده، اهو الجزء اللي ايه، بصوا كده، الجزء اللي هو اسود اللي جوه ده، الجزء الاسود ده النني بتاع العين. النني، برافو، النني ده اللي هو الاسود ده، تمام، اللي حواليه ده اسمه ايريس، مش عليكم. المهم ان البيوبل يا ترى هتفتح في مين اكتر؟ بصوا كده، مثلا لو بصينا على العين دي، خلي بالك ان انت وانت في النور تلاقيها صغرت قوي، في الضلمه تلاقيها كبرت قوي، يعني انت لو جبت كشاف على عينك فجاه بتلاقي بتاعتها صغرت خالص، او ما تشيل الكشاف تلاقيها تكبر. تمام، اهي يعني مثلا دي اهي، دي ايه كبيره اهي، تمام اهو، بتلاقي المنظر ده اهو، اهي نفس العين بس البيوبل ده بيصغر وبيكبر، يصغر ويكبر. تمام يا شباب، اوكي، يبقى كده في حد فتح مش المايك فاهمة يا ميس. مش فاهمها؟ بص دلوقتي مش ازاي؟ اوريكم فيديو. طيب حاضر، طب ثواني، تعالى بص، ممكن اشوف لكم فيديو كده. طب لحظة اقفل الريكورد عشان بس الوقت. بص يا شباب، اهي كبيرة اهي، صح، الاي بيوب الكبير اهو جوه اهو الاسود. بصوا بقى عشان الضوء اللي حواليها تظهر ازاي، اهو تاني عينينا احنا نفس الكلام، تمام اهو، تمام، يعني مثلا القط، بص مثلا بص هي كبيرة، شايف الاي بيبل بتاعها كبير ازاي، الاسود اللي جوه كبير ازاي، اكبر من هنا بكتير، صح. بص بص تكبر اكتر كمان ازاي وبتصغر ازاي اهو، خدت بالك اهو، ماشي. اهي مثلا بصوا بيصغر ازاي اهي، بصوا اهي، تمام، تكبر وتصغر، خلاص احنا نفس الكلام. يبقى يا ترى مين بيفتح اوسع؟ شايف البيوبل بتاعنا صغير، تمام، لكن القطة ده واخد عينيها كلها، يبقى الاي بيوبل اوبن بالنسبة للنارو، بالنسبة للهيومن نارور. يعني ايه نارو؟ ضيق، بتفتح بطريقة ضيقة، تمام، يعني ضيقة شوية، لكن النكتورنال انيمال اوبن وايدر، شفت الاسود واخد العين كلها، تمام، to allow more light enter their eye، بتخلي يعني بتاخد ايه اي لايت اكتر، يعني اول ما بيكون في نور قوي تلاقيها صغرت، اول ما بيكون في الظلمة شوية تلاقي حتى احنا الاي بي بتاعنا بيوسع، تمام. انت مثلا اهو احنا قاعدين في نور عادي، تمام، او ظلم النور شوية وفجأة اقف قدام المراية، يعني انت خليك، انت خليك اضلم الاوضة، تمام، ضلمها شوية،
ونور كشاف الموبايل بس اقفله كده، خلي عينك ما تشوفوش، تمام؟ وانت قدام مرايه فجاه بص عليها، هتلاقي الاي بيبل فجاه صغر، انت هتشوفه هو بيصغر، تمام؟ بس ما تعملهاش دلوقتي عشان احنا في حصه، ماشي؟ قول يا روان. بس يعني دلوقتي ال natural animal في اللايف ال pupil بتاع ال eye بتاعته بيكبر، ولما النور يبقى مطفي بيصغر. لا العكس، هي بتصغر من الضوء، عارفه كانها بتقول لا لا نور كده، فاهمه؟ بتصغر من الضوء. انت جربيها قصاد المرايه هتفهمي، تمام؟ تمام. يبقى احنا كده اني اما بي اما اما البيوبل بيفتح، الهيومن بيكون نارور يعني اضيق، اما الانيمال بيكون وايدر. حد عنده مشكله في الحته دي؟ ها، في مشكله؟ سؤال مهم قوي ما حدش فيكم سألهولي، سؤال مهم يا دكتور دلوقتي، يعني لو ما فيش اي ضوء خالص، complete darkness، ضلمة تماما، هيشوف؟ لا. ايه ده؟ ما هقول لك، ما احنا قلنا ان عنده mirror like membrane، تمام؟ فهي بتاخد اي ضوء صغير تكبره. طب لو ما فيش ضوء داخل اصلا عينيه هيشوف؟ لا، تمام؟ يبقى واضحة عشان تبقى واضحة، هو مش بيخترع ضوء، لا ده عينه كانت بتعكس الضوء حتى لو صغير قوي، ولكن لو مفيش ضوء خالص، لو مفيش لايت أصلا، لو في داركنس، كومبليت داركنس، ضلمة تماما، كده مش هيشوف. يبقى عشان كده بيقول لي خلي بالك، نوت وركز فيها، some nocturnal animal can see in the weakest light levels، في animals تقدر تشوف في أقل ضوء ممكن، but ولكن in complete darkness، في الضلمة التامة، ضلمة تماما، they depend on other sense، كده مش هيعرف يشوف، لازم يعتمد على سنس تانية. يعمل ايه بقى؟ يشمشم، يسمع، تمام؟ يبقى انا دلوقتي مش شايفه خالص، هعمل ايه؟ ها، هقعد المس مثلا، اتاتش، هسمع لو في حد جاي، هشمشم، بس الحيوان بقى مش هيفضل يلمس، تمام؟ لا ده بيسمع ويشمشم، تمام؟ يبقى بيستخدم ايه الحيوانات بقى عشان يصطاد بالليل لو مش شايف خالص؟ hearing، السمع عشان لو حاجة جاية عليه، و smelling، يشم لو شم حاجة غريبة، يبقى اكيد في ايه، في حد جاي، تمام؟ يبقى hearing و smell that help them، اللي بيساعدوا to hunt their prey and to avoid their predator. واضحة؟ حد عنده أي مشكلة؟ مش هو ممكن تعيد النوت تاني؟ تاني؟ ماشي. يعني دلوقتي أنا لا بقول يعني النكتر، النكترنال أنيمال، الحيوانات الليلية دي، في منهم بيقدر يشوف، بصي لو ضوء قليل لدرجة إن الضوء مش واضح قوي، هي تقدر تشوف عن طريقه. طب لو مفيش ضوء أصلا، لو في complete darkness، they can't see، can't see، ما يقدرش يشوف، they cannot see، خلاص؟ يبقى هيعتمد على اي سنس تانية، ما خلاص السايت كده ما ينفعش، كده نستخدم الهيرينج والسمالينج. هو الحيوان هيقعد ايه، يسمع كده في حاجة جاية عليه، شامم ريحة حيوان غريب، فايه، يبدأ يهيرينج ويسمالينج، تمام؟ ليه؟ عشان يقدر يهانت زير بريز اند تو افويد زير بريديتور. يعني ايه افويد؟ يعني ياخد باله، اللي هو ياخد حذره، يعني يعني ياخد باله، تمام؟ ومعناها يمتنع، بس ما هنا مش معناها يمتنع، هنا معناها ياخد باله او يبعد عن البريديتور. ايه؟ أو يتجنب يتجنب. شكرا، ميرسي، يتجنب. بروف في العربي مش قد كده، كنت لغات زيكم والله. طيب يلا بينا. يبقى what happens if، ايه اللي يحصل لما، ها، the fishing، ايه اللي يحصل لو ال fishing eye have no mirror like membrane؟ لو مع لو ال لو ال fishing cat eye، لو القطة ما عندهاش mirror like دي، ها، it cannot see clearly and hunt at night، مش هتقدر تشوف كويس بالليل ولا تقدر تصطاد بالليل، صح كده ولا غلط؟ يبقى ايه، ها، هتقولي على طول it cannot hunt at night او it cannot see at night. واضحة؟ بسيطة؟ حد عنده مشكلة؟ يلا نحل.
يلا انتوا لا عددكم اهو، انتوا عددكم اهو كويس ماشي، يعني ايه ما الاقيش حد مش حالي. خلاص يلا عشان اشوف بالاسماء اهو. يلا number one the type of adaptation in the fishing cat to see in low light place is a behavioral adaptation. ها مين هيحل اول واحد؟ أنا برافو يا جان. لا لا ما حد يكتب شات. برافو يا جان طارق. ها مين تاني؟ برافو يا عليا. برافو يا جان عسقلاني. ها برافو يا عليا. انت حليتي مره يا عليا وديك برافو. جانا وعليا وجانا، فين الباقي؟ بريان وهايدي. ايه يا شباب نوع الادابتيشن؟ برافو يا عمر. غلط يا ريتال و صح يا ريتال، وغلط يا بريهان وهايدي واحمد وائل. النوع الادابتيشن في ليش هو الفيشنج انا كده كات صح ولا غلط؟ نوع، لا انت صح، نوع الادابتيشن في الفيشنج كات ان هو يشوف في لو لايت بليس. الادابتيشن ده هو بيعمله مش حاجه يعني، مش مولود من مامته يعني، بيشوف ما حاجه ربنا خلقها له يا شباب، يبقى غلط، يبقى دي مش بيهيفيورال. ما لسه عمر محمد حنفي غلط فيها وقلنا له لا ليه كده. يلا نمبر 2 all cats have mirror like membrane in their eye. كل القطط عندها mirror like membrane في عينيها. 133 يا احمد. برافو يا عليا. برافو يا ريتال. برافو يا جانا. ها مين فين الباقي؟ فين؟ برافو يا عم. برافو يا بريهان وايد. برافو يا احمد. ايوه كده. برافو يا روان. ايوه كده اشتغلوا حلو قوي، يبقى صح اكيد، قلنا كل القطط عندها. تمام ميس، هو الرسالة جت عندي؟ اه يا عمر شايفاه. تمام برافو ايجن. طيب يلا تشوز، يلا نشوف مين يحل بقى بسرعة. if human eye contain mirror like membrane، لو عين الهيومن الانسان عندها mirror like membrane so his eyes in low light place، لو عين الانسان عندها mirror like membrane دي عينه بقى هتعمل ايه في low light place؟ gather low amount of light، تجمع اللي هي low amount of light، ولا need light vision goggles، تبقى محتاج light vision goggles، ولا appear black تظهر سودا، ولا appear bright. يا شباب ركزوا، هو بيقول لي لو عينيه في ميرور لايك اكيد مش هيحتاج النايت فيجن جوجلز خالص، اكيد مش هيحتاجها، اكيد مش هيحتاجها، مش هينفع. تمام يبقى appear bright، مع ان دي ممكن تنفع بس ايه خليها appear ايه bright اللي هي ايه ممكن تنفع خلاص، بس ايه خليها appear bright دي الاصح طبعا. تمام تظهر ايه منورة خلاص. تمام واضحة. هو دلوقتي يعني ايه بقى فيها الميرور لايك من برنز القطة، يبقى كده هيشوف بالليل عادي. تمام يبقى اكيد مش هيحتاج النايت فيجن جوجلز، وانتوا كلكم اخترتوا دي عشان انتوا اول ما شفتوا هيومن اخترتوها. غلط، هو بيقول لي ركزوا في السؤال. ها ركزوا في السؤال، ركزي يا روان. صفحة كام في الكتاب القديم؟ انا مش عارفة في مين معاك الكتاب القديم. لحظة انا عارفه ميس يعني كام؟ هو انا الكتاب القديم بس ما اعرفش 141. 141. شكرا شكرا. نعم ميس انا قلت دي تمام برافو يا جان. تمام وانا برضه يا ميس قلت. برافو يا جان برضو. برافو يا عمر ماشي. طيب يلا بينا، طيب يلا بينا بقى نكمل. تعالوا بقى ركزوا في الحتة دي، تافهة تافهة وسهلة، وعلى الله حد يغلط، على الله حد يغلط ماشي. بيقول لي source of light يعني ايه مصدر ضوء، قول لي حاجات مصدر ضوء. اسهل سؤال يجي لك يعني ايه من الاخر يا دكتور، اي حاجة بتطلع ضوء من نفسها. ركز في الحتة دي قوي عشان هتتخدع. اي حاجة بتطلع ضوء من نفسها، هي نفسها بتطلع ضوء زي مين؟ تعالى كده نختصرها. ها عارفين رئيس الدولة بتاعنا الجميل اهو، ها لا تسلم الايادي بقى اهو، سي
اس اي اف اف، بدل ما اقول سي سي، لا سي سي، ماشي سي اس سي اس سي اس اي اف اف، 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 سي اس اي اف اف. ها ايه الحاجات اللي بتطلع ضوء من نفسها؟ سي، مين دول؟ ها كاندل، شمعة. اس صن، شمس. الشمس بتطلع ضوء من نفسها، الكاندل بتولع بتطلع ضوء من نفسها، تمام. ايه الكتريك لامب، اللمبه اللي احنا بتاعت الكهرباء، مش هي بتنور من نفسها صح؟ ولو واخد ضوء من حد؟ لا ده هي بتنور من نفسها. يبقى سي اس اي اف اف، سي اس اي اف اف، سي كاندل، اس صن، اي الكتريك لامب، تمام. طيب اف فاير، نار نار. طب اف كمان يا دكتور، فلاش لايت، سي اس اي اف اف، سي اس اي اف اف، سي اس اي اف اف. بس محدش يقول، قولي يا عمر عايز تقول حاجة، قولي يا عمر. أنا كنت عاوز أقول ضوء يعني نور. ضوء يعني نور، برافو. ايه الاختلاف؟ طب قولي يعني لايت، طيب وبرافو عليك، بس قولي لايت حتى. ضوء يعني نور صح، برافو، ماشي، برافو يا عمر، ميس، ماشي. هو ايه كده يا ستة واحد ظلمة معايا. يعني دارك، ايه ظلمة يعني دارك. دارك صح، تمام. يبقى source of light يعني ايه مصدر ضوء؟ something that emit او gives off، يعني ايه emit او gives off؟ يطلع يخرج، اكتبها عندك، يطلع او يخرج its own light، اللايت بتاعه. طيب هسأل سؤال، هسأل سؤال، أسأل مين، أسأل مين يا ترى؟ طب هسألكم كلكم، اللي يقول لي اه واللي يقول لي لا، او اكتبوا لي في الشات، ماشي. يلا، القمر المنور ده، ها تركز، انت خدته قبل كده ان القمر اصلا جسم معتم، يعني هو مش يعني مش بينور، خدتوه قبل كده دي ولا ما خدتوهاش؟ ها ايوه خدوها خدتها في صح، الثالثه، حلو خدتها. حلو. طيب القمر، المون is a source of light، سؤالي ليك، moon is a source of light. احمد وائل، جنى، تمام. ها فين الباقي؟ عليا، تمام. عمر، تمام. جانا، تمام. عمر، تمام. بريهان وهايدي، ريتيل، برافو. عمر ماشي، مروان، تمام. في حد ما جاوبش صح؟ برافو عليكم يا شباب، اللي غلط فقط بريهان وهايدي، ركزوا يا بريهان وهايدي. انا غششتك السؤال وانا بتكلم، قلت لك المون اصلا ده مش منور بنفسه. برافو يا احمد وائل، يبقى هي بتعمل ايه؟ ده مش الضوء بتاعها، دي كدابة، دي بتضحك علينا، ده الضوء بتاع الشمس وهي عكساه زي المراية، فما ينفعش اقول عليه سورس اوف لايت. هل ينفع انا لو القمر ده بمسكه وانور بيه؟ لا، ليه؟ لانه اصلا ما بينورش، لو مش قدامه الشمس مش هينور، يبقى هو ما بينورش من نفسه، ده عكس الضوء، ده اللي هو ايه، هي عكس الضوء بتاعها، عاملة reflect لللايت، تمام. يبقى there are other objects that don't emit light، مفيش objects، في بيقول لي الاوبجكتس اللي ما بتعملش emit لللايت. قلنا يعني ايه emit؟ يعني بتطلع اللايت، زي مين؟ ها المون. طب بينور ازاي؟ زي reflect the light، reflect قلنا زي كلمة bounce off او bounce back، بيعكس الضوء زي المراية، لو عملت كده فلان المراية كأنها منورة. هل المراية نورت؟ لا، المراية عكس الضوء بس، ملهاش دعوة، المراية لوحدها مش بتنور، لو الدنيا ضلمة هلاقيها منورة، لا تمام. يبقى there are objects that don't emit light but they reflect the light falling on them، بيعكس الضوء اللي بيقع عليه. So يا سو حبيبي حبسو، ركزوا. So they are not considered as a source of light، ما يعتبرش ايه؟
ها source of light. ما ينفعش اقول عليه ان ده source of light، ما ينفعش يقول ده source of light اقول له لا. تمام. طيب اوكي. طب احنا بنشوف ازاي يا دكتور؟ احنا بنشوف ازاي؟ واحدة واحدة. انا علشان اشوف الحاجة يا شباب، عشان اشوف الحاجة لازم اللايت يقع على الحاجة دي، تمام، ويعمل باونس باك لعينيا، يعمل ريفلكت لعينيا. يعني الحاجة انا لو مش شايفاها، اقول لكم حاجة مثلا، اقول لكم حاجة بسيطة. عندنا مثلا حاجات زي الحاجات الصغننه، البكتيريا والميكروبس والحاجات دي، هل احنا شايفينها؟ لا. ركزي يا احمد، هل احنا شايفينها؟ لا. صح. ليه اللايت ما عرفش يقع عليها ويرجع لعينيا عشان اشوفها؟ حلو. يبقى الحاجه اللي اقدر اشوفها هي ان اللايت ري يقع عليها، شعاع الضوء يقع عليها ويرجع لعينيا. هي تقول له ايه ده انت خبطتني، طب استنى اروح لعين الواد. خلاص. الحاجة لو ما خبطتش ورجعت لعينيا مش هشوفها، مش ايه، مش هشوفها. خلاص. يبقى how we see، بنشوف ازاي؟ ها، when the source of light emit its own light ray، لما اي source of light، اي مصدر ضوء، candle C S E F F، عندي candle، عندي sun، عندي electric light، عندي لامب قصدي، عندي فلاش لايت، عندي فاير، اي حاجه من دول تطلع اللايت بتاعها على اي حاجه، تمام، ها، ولازم يعمل ايه اللايت ري دي؟ لازم تعمل باونس اوف، لازم تروح للحاجه وترجع لعينيا، لازم تروح للحاجه وترجع لعينيا. يعني اقول لك حاجه، طب تقول لي يا دكتور طب ما لازم الضوء يجي لعينيا نفسه؟ لا. يعني انت دلوقتي إيه، انت إيه مثلا، اللهم صل على سيدنا محمد، لازم تعمل ايه؟ تفتح مثلا الكشاف التليفون، خلاص، حطه في عينيك كده، هل انت شايف حاجه اصلا من حواليك؟ ده انت لازقه في عينيك، فانت لازم تودي الكشاف للحاجه اللي انت عايز تشوفها. صح؟ صح كده. يبقى السورس اوف لايت، ها، لازم يطلع اللايت راي بتاعته، فاللايت راي باونس اوف، يروح اللايت يروح للحاجه نفسها، ومن الحاجه يروح لعينيك، تمام، bounce off this object and reach your eye، يوصل لعينيك بس، عشان كده تقدر تشوف زي ما احنا شفنا في الفيديو ده كده. مش الواد ده طبعا. يعني ايه مثلا؟ ايه زي ما الضوء اهو جه وبيرجع بقى، تخيل دي عينيا، او بمعنى اصح تعالوا ايه اوريكم، بصوا بصوا يا شباب، الضوء لازم، بصوا فين، بصوا ركزوا ركزوا، اهو هو حتى موضحها لك، الشمس منورة مين؟ خبطت مين؟ ها، خبطت الفراشة، صح؟ فالفراشة عكست الضوء لمين؟ لعينيا، صح؟ هل الضوء جاي من الشمس على طول دايركت لعينيا عشان اشوف؟ لا، ده لازم يروح للفراشة عشان ايه؟ ها، عشان اقدر ايه؟ اشوفها، تمام، ويرجع لعينيا بعد كده، ايه، مخي يقول له اتفضل انت شايف كذا. ها، واضحة كده يا احمد؟ يبقى الشمس راحت للفراشة، فالفراشة ايه كده، ما دام الشمس منورة الفراشة كده، الفراشة هبص عليها، فاللايت ري هتيجي في عينيا، فايه، هقدر اشوفها. واضحة يا شباب؟ اظن سهل، تمام. طيب اللايت، ايه تعريف اللايت بقى؟ ها، اللايت is a visible form of energy. يعني ايه؟ دي طاقة، energy، بس خلي بالك اللايت هي الانرجي الوحيدة اللي انت تقدر تشوفها. هل احنا شايفين الساوند؟ لا، ده احنا سامعينه، صح. هل احنا الكيميكال انرجي، او بلاش دي، هل ايه مثلا، بلاش دلوقتي، خلاص مش كده، ناخدوها بعدين. المهم ان ايه، ان اللايت دي visible form of energy، يعني ايه؟ ها، يعني الانرجي المرئية، visible يعني مرئية، يعني اقدر اشوفها. يبقى الانرجي اللي اقدر اشوفها الترافل، اللي بتعدي على شكل ويفز كده، ها،
بتعدي على شكل ويفز، على شكل امواج، حتى بيقول لك امواج الصوتيه والامواج الايه الضوئيه او كده. المهم ان اللايت دي على شكل امواج، خلاص انت هتاخد الكلام ده اصلا. بس المهم يعني ان هو visible form of energy، تمام؟ visible form of energy. يبقى اللايت ايه؟ ها او هيقول لي invisible. لو قال لي invisible غلط. invisible يعني ما بنشوفوش. هل احنا ما بنشوفش اللايت؟ امال بنشوفه ازاي؟ يبقى visible form of energy، تمام؟ طيب يلا هنا. In complete darkness، في الضلمة التامة، we cannot see anything because without light bouncing off the object into your eye everything look black. يعني بيقول لي في الضلمة التامة we cannot see anything، ما اقدرش اشوف اي حاجة. ليه؟ ليه؟ because without light bouncing off the object، لو الضوء ما رجعش من الاوبجكت into your eye لعينيا everything will look ايه black، كل حاجة هشوفها ايه سودة. واضحة؟ يعني أنا حتى لما ببقى ماسكة الكشاف ما بخبطش الكشاف في عينيا عشان أشوف، ده أنا بحط الكشاف على الحاجات عشان أشوفها، صح؟ ما أنت لو بتقولي بقى إن عينيا لازم الضوء يجي عليها، لأ ده لازم الضوء يجي على الحاجة اللي أنا أشوفها، تمام؟ يلا يلا بينا، ها يلا بينا يا شباب، يلا أنا عايزة بقى تبولي الكمبليت ده. There are many forms of many sources of light such as ايه؟ ها حد يكتب لي واحدة. طيب برافو يا علي، ها ماسك واحدة يا علي، قولي. برافو يا ريتال، ها برافو يا جنى، برافو يا أحمد، ها برافو يا عمر، برافو يا ريتال، برافو يا جنى، برافو. أيوة كده اهو، سي اس اي اف اف، سي اس اي اف اف، ها سي كاندل، اس سان، اي الكتريك لامب، خد بقى معاك انا كريمة كمان، فاير، ومين تاني؟ ها فلاش لايت، سي اس اي اف اف. يلا ها نمبر 1، the light falling on object، اللايت لما يفول، فول يعني يقع، يقع على الاوبجكت، bounce back يرجع تاني، to reach the eye يوصل للعين، so that we can see object. ها برافو يا عالية. فين الباقي؟ برافو يا جنى، برافو يا ريتيل، ايوه كده، ها برافو يا جنى، برافو يا احمد، ايوه كده. ايه المجموعة الحلوة دي؟ برافو يا برهان وهايدي، ها ناقص مين؟ ناقص عمر وعمر وروان، ها برافو يا عمر. فين الباقي؟ برافو برافو. ليه كده يا روان؟ اللايت لازم يقع على الاوبجكت، بعد كده اهو لايت فولينج ان اوبجكت، اللايت وقع على الاوبجكت فعمل باونس باك، رجع تاني على مين؟ على عينينا، تمام؟ عشان كده بقدر اشوف، يبقى صح. طيب نمبر 2، the moon is considered a source of light so it bright at night. برافو يا عليا، برافو يا جنى، برافو يا عمر، ها برافو يا ريتال، برافو يا جنى، برافو يا عمر، ها برافو يا برهان وهايدي، فين عمر التاني؟ برافو يا عمر، برافو يا احمد، ايوه كده. اكيد غلط، اوعى تغلط فيها، ما قلنا ان المون مش source of light. برافو يا شباب، كده خلصنا شرح الدرس النهارده، هنقفل الفيديو ده بس، انتوا ما تمشوش. ها اللي عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على 010-299-19-557. شكرا جدا ليكم، متنسوش تبعتولي على الواتساب عشان ادخلكم جروبات الماس والساينس والاي سي تي، وتعملوا لايك وشير، تبعتوا الفيديو لاصحابك لو عجبك، وتدوس سبسكرايب لو مش عامل عشان خاطر اول ما الفيديو ينزل يوصل لك اشعار بيه، و ايه تاني بقى، وتبعتولي على الواتساب عشان ادخلكم جروبات الماس والساينس والاي سي تي. شكرا جدا، باي باي.